تم التسجيل والمكساج بستديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشلال بالأسماء يا مرحبا باسم بدر ويا هلا بالحاضر فرحي بدن ومعطرة بالورد لجل ضيوفا يا مرحبا بحلى بيوت كمناها الذرة باسم بدر بهالقصيدة هي تحروفا القصيدة مطوعة شانها ترجع بكل ظروفا والكرم واهل الشجاعة بالطنا خمس تبين عاداتهم كسب الجزال ولو عرض صدوفها انا شهديكم محتمل عز الرفيق والعوين يا اهل الحمية مسن رجال انقلت من خوفها يا مرحبا باسم بدر ويا هلا بالحاضر فرحي بدن ومعطرة الورد لاجل ضيوفا يا مرحبا باحلى بيوت ما حسبت مكلوبة ايوبها تلقى القبال الزين من طول السنين تقلط على حسن القبال ولا ننسى معروفة يا روحي فتك وقبت للجاي تشف اليمين يغار منها اللي حضر لاجل جمال وصوفة كل الجلوس اللي ختموا لاجل هواجيك واللي طلعت على ترجع بكل ظروفها أهل الكرم وأهل الشجاعة بالخنا خمر تنين عاداتهم كسب الجزال ولو عرض صدوفها أنا شهديكم محتمل عز الرفيق والعوين يا أهل الحمية مسبن رجال انجلت من خوفها وكامها باسم بدر يا مرحبا بكل يا مرحبا باللي حضر يا مرحبا بضيوفها يا مرحبا بضيوفها 05-333-48-02-1 لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل.